بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أمرنا طلاب الصف الثاني الثانوي، إن شاء الله النهاردة معانا أولى امتحانات مراجعة كتاب المعاصر أو بوكلت المعاصر للامتحانات، ولكن دايما مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة عندنا choose number one. I sometimes watch space films to gain experience and culture. أنا أحيانا بشاهد أفلام بتكسبني خبرة وثقافة. طبعا هنا documentis يعني وثائق، fundamental يعني طبعا هنا تأسيسي، ولا documentary طبعا هنا documentary films يعني أفلام وثائقية. Number two. We space our exams until next month. طبعا until بعدها نكست مستقبل، يبقى will be finishing طبعا دي continuous، ولا will have finished هكون انتهيت من الامتحانات حتى نهاية شهر أو الشهر القادم، will have finished. ولا عندنا want to be finished هكون ما انتهيتش منها، طبعا دي passive مبني المجهول، ولا won't have finished طبعا هنا won't have finished، عارفين ان until بتسبق بنيجاتيف نفي، يبقى we won't have finished. The most widely used space is Google. يعني أكتر مستخدم على نطاق واسع هو جوجل. Engine موتور، research بحث، searching طبعا هنا searching يعني يفتش، search engine يعني محرك بحث. طبعا هنا جوجل ده بنسميه محرك بحث أو أقوى أو أكتر محرك بحث بنستخدمه على نطاق واسع. Number four. After his son's betrayal يعني بعد خيانة ابنه، the father fell off وقع over طبعا fell apart يعني شعر باليأس. don't interrupt me لا تقاطعني، while talking وأنا بتكلم، will you ولا shall you ولا can't you ولا shall we. طبعا عندنا don't interrupt negative يبقى will you يعني هل ممكن. طبعا هنا الأمر will أو won't أو can أو can't، ولكن هو نيجاتيف هنستخدم مين will. The soldiers is based on their hands and knees. طبعا الجنود زحفوا on their hands على أيديهم and knees الركبة. طبعا هنا crawled يعني يزحف، أو هنا معناه يتسلل على الأقدام والكوع. She doesn't hear us. هي لم تسمعنا. She's based deeply. طبعا هنا هي كانت بتفكر بعمق. طبعا هنا is thinking. ليه؟ لأن الفعل think يوضع في continuous لو معناه يفكر، ولكن لو معناه يعتقد فلا يوضع، هي بتفكر بعمق لكنها مش بتعتقد، يبقى هنا is thinking deeply. Our cultural heritage يعني تراثنا الثقافي needs permanent طبعا هنا محافظة دائمة. damage دمار، conversation محادثة، ولا conservation طبعا conservation يعني محافظة، لكن destruction تدمير. hardly space seen the film طبعا seen ده تصريف ثالث، وعندنا hardly بيجي معها when وماضي بسيط، يبقى هنا ماضي تام يبقى had we. طبعا عارفين ان hardly الجملة بتاخد ايه مسار سؤال. at the run يعني في السباق. he felt his face tired طبعا tired دي صفة عادية لا تسبق ب totally ولا absolutely ولا incredibly، ولكن very very tired بتساوي exhausted. space means to be confident تكون واثق and able to do things وتفعل الأشياء by yourself بنفسك in your own طبعا independent يعني مستقل، لكن independent متواكل الآخرين. by the time he was five لما كان عنده 4 سنين he's based to write طبعا هنا by the time he was five he learned ماضي بسيط هنا، ليه؟ لأن بيتكلم عن شيء في الباست الماضي. going by train is slightly space than driving طبعا هنا than يبقى دي مقارنة، يبقى more expensive than. عارفين عندنا المقارنة بالنسبة للlong adjectives more or less. Hala is no longer kind to me. Hala معلش طيبة أو عطوفة معايا. She's based طبعا هنا she no longer لم تعد، يبقى is getting too طبعا هنا is getting ده
is getting used to المفروض ing يعني بعدها ده خطأ used to be kind to me كانت متع طيبة أو عطوفة طبعا هنا letter B is correct used to be kind but Hala is no longer لم تعد kind يبقى هنا letter P بتعبر عن عادة في الماضي can you tell me the reason space you are like you your careless طبعا هنا reason for عارفين ان reason بيجي معاها for can you tell me the reason for بالنسبة عندنا لل passage read the following passage then answer the questions وهنا اجب على الاسئلة Nowadays, الآن أو هذه الأيام, a lot of people are using social media such as Facebook, Twitter, Instagram, and so on. الناس بتستخدم وسائل التواصل زي الفيسبوك وتويتر وإنستغرام. Since the internet has propagated rapidly, يعني تطور بشكل سريع, social media have progressed على تطورات السوشيال ميديا. People are almost using smartphones, بتستخدم smartphones, iPhones, or comfortable devices أو أجهزة مريحة which have access to the internet يعني تدخل على الإنترنت. This helps contact friends التواصل مع الأصدقاء family العائلة and other people even though they live far away حتى لو هم بيعيشوا بعيدا. It could be however abused ممكن يسوء استخدامه if you don't use it properly إذا لم تستخدمه بطريقة مناسبة. People can get mental and physical disorders الناس ممكن تحصل على disorders يعني اضطرابات كده بدنية أو عقلية easily through using social media من خلال social media. Some people think social media isn't a matter with the disorders يعني ما يعني ليس لا يهم. They argued بجد with that the social media is good for mental diseases يعني good for يعني جيدة للأمراض العقلية because social media help express their feeling لأنها بتساعدهم على التعبير عن مشاعرهم or thoughts أفكارهم easily also through social media من خلال التواصل الاجتماعي أو وسائل التواصل الاجتماعي they can be connected with each other more يتصلوا بالآخرين أكثر. However social media just offer limited meeting يعني بتوفر اجتماعات محدودة they just meet on websites يتقابلوا على الويب سايتس not physical meeting وليست اجتماعات بدنية يعني وجها بالجسد. Using social media make deep relationship with others يعني بتكون كده علاقة عميقة مع الآخرين when they are using social media هما بيستخدموا السوشيال ميديا they don't need to move a lot مش محتاجين يتحركوا كتير we don't need to be active a lot ومش محتاج نكون نشيط as a result كنتيجة it leads naturally to mental and physical disorders يعني عشوائيات كده بدنية أو عقلية. Social media also doesn't help for their studies or talents يعني لا تساعد في المواهب أو الدراسات. I اللي هو الكاتب did surveys طبعا اللي بكتب المقال ده اللي هو I did surveys يعني قمت بأبحاث أو باستقصاء about relationships عن العلاقات between using social media ما بين استخدام أو مستخدم السوشيال ميديا and studying last must semester والدراسة الترم الماضي most students معظم الطلبة answered أجبوا using social media isn't helpful to study يعني ليست مفيدة للدراسة also students who got good grades يحصل على درجات جيدة spent just a little time بيقضوا وقت قليل using social media مع استخدام وسائل التواصل using social media steals your time بيسرق منك الوقت to what really want to do easily ممكن تفعله بسهولة if you don't pay attention your time is gone very fast إذا لم تلفت انتباهك فطبعا الوقت يذهب سريعا and it can't be returned ولا يمكن عودته modern technology helped people to use social media طبعا هنا more يعني أكتر using social media استخدام وسائل التواصل الاجتماعي is best for students طبعا هنا is beneficial مفيد is useful مفيد important time useless طبعا هنا useless بالنسبة لهم لأن طبعا مش بيقضوا وقت على طبعا أولنا هنا most students answered using social media isn't helpful to study يعني ليست مفيدة في الدراسة
The underlined pronoun I referred to طبعا a Facebook user مستخدم a Twitter user a student the writer طبعا الرايتر اللي كتب المقال. Social media help people السوشيال ميديا بتساعد الناس. Study their lesson تدرس تذاكر. Practice their favorite hobbies تمارس هوايتها. Express their feeling طبعا هنا express their feeling easily يعني بتعبر عن مشاعرها بسهولة. The meeting on social media الاجتماعات on social media are physical, mental, virtual, imaginative طبعا هي virtual افتراضية فقط ولكنها ليست physical يعني بدنية. What kind of disease can using social media treat الأمراض اللي ممكن يعالجوها طبعا mental diseases الأمراض النفسية. The underlined word physical, physical يعني بدني means related with physics متعلقة بالفيزياء. Related to mind بالعقل. Related to body طبعا هنا related to body يعني حاجة بدنية يعني متعلقة بالجسم. How can social media make people lazy ازاي السوشيال ميديا بتخلي الناس كسولة. People are so active في النشيطة. People doesn't move on using طبعا هنا doesn't move يعني ما بتتحركوش. بالنسبة للجزء الخاص بالترانزليشن it's a good idea to start your own business يعني فكرة جدا ان انت تبدأ نشاطك. Soon after graduation بعد التخرج it's also much better to be your own manager انها لفكرة جدا ان تبدأ مشروعك الخاص بعد التخرج بفترة وجيزة وما قالش بفترة طبعا هنا after soon after graduation بعد التخرج فقط. Start your own business soon حالا أو بفترة وجيزة. It's also much better ومن الأفضل أن تكون مدير نفسك to be your own manager إنها لفكرة جدا أن تبدأ عملك طبعا هنا business مش العمل أو المشروع الخاص بك بعد تهرب فترة وجيزة ومن الأفضل أيضا أن تكون مدير نفسك إن أنا فكرة جدا أن تبدأ عملك الخاص بعد التخرج بفترة جيدة طبعا هو جيزة سون حالا. إن أنا فكرة جدا أن تبدأ مشروعك الخاص بعد التخرج بفترة وجيزة ومن المفضل طبعا هنا it's also much better ومن الأفضل it's also أيضا أن تكون مدير نفسك طبعا عندنا نال فكرة جدا أن تبدأ مشروعك الخاص بعد التخرج بفترة وجيزة. طبعا بيزنس مقصود به العمل وليس مشروع فطبعا عندنا letter B و C هنا استخدم وجيزة وهنا استخدم جدا لا هي letter B أدق لأن كلمة soon يعني حالا أو بفترة قليلة أو وجيزة. بالنسبة عندنا لنمبر 2 لا تزال آثارنا القديمة من أهم العوامل التي تجذب السائحين ولذلك يجب الاعتناء بها والحفاظ عليها. Our ancient monuments are still one of the main factors which attract us طبعا هنا which attract tourists so we should take care of them and protect them. Our ancient monuments are still one of the main factors which attract tourists so we should طبعا take care يعني نعتني بها فtake to يعتاد على طبعا ده خطأ. Our ancient monuments are still one of the main factors which attract tourists so we should take care of them and protect them. طبعا mountains طبعا دي جبال فدي خطأ. Our ancient monuments are still one of the main factories طبعا factories دي مصانع فدي خطأ. يبقى عندنا correction letter A. بالنسبة عندنا answer the following why do you think Edmund had so evil character يعني ليه Edmund ده شخصيته شريرة ممكن أقول I think because he always wants to have power يعني يريد السلطة. يبقى ممكن نقول he wanted لأنه كان بيريد السلطة he wanted the power and money كان بيريد المال. طيب if you were إيجر لو أنت مكان إيجر would you reveal هتعلن أو تفشي your true identity شخصيتك الحقيقية to your father لوالدك جلوسر to comfort him عشان تطمنه أو تطمئنه طبعا هنا yes
yes ممكن أقول no because his father wouldn't believe him. ممكن أقول no as his father wouldn't believe him. no طبعا دي أسئلة تفكيرية. no as his father wouldn't believe him يعني والده ما كانش هيصدقه. ممكن نقول no as his father wouldn't believe him at this time يعني مش كان هيصدقه في الوقت ده. they pretended to be kind to me بيمثلوا ان هم عاطفين معايا and told me how wise I was واخبروني الى اي مدى انا حكيم. but when the rain and the wind came and the lightning wouldn't stop والبرق لم يتوقف I learned the truth عرفت الحقيقة. do you think Claire is right? yes انا لو انا صح Yes. He realized as he realized لأن أدرك he realized that his daughter he realized his daughter doesn't didn't love him. طبعا ناس لان بناتهم في الوقت ده ما ادرك هو ادرك ان بناته didn't love him or didn't express true feeling او لم يعبروا عن مشاعر حقيقية. and ممكن نكمل and didn't express ولم يعبروا عن true feeling. طبعا هي أسئلة تفكيرية ممكن نكتب فيها إجابة بس تكون إجابات منطقية. بالنسبة عندنا للمقال write an essay of about 180 words on online learning التعلم عبر الإنترنت. طبعا ده موجود عندنا على القناة ياريت نرجع ونذاكر. ومن هنا وصلنا لنهاية test number 1 وانتظرونا مع جيزة جبر